طب جميل جدا جميل جدا. طب عشان الوقت بتاعنا اللي بيمر خلاص، خلصنا الاليمنت وجربنا نبدل اليمنت مكان اليمنت، وجربنا التكست سواء في الفونتات او في الاشكال، في حاجات بقى هنا براند مثلا، بس كلها براند تمبليت عليها فلوس يعني، فانا تجاهلها. لو انت عايز تستخدم بعض الصور، تحمل صورة كمبيوتر او حاجة، فانا ممكن اعمل هنا ابلود فايل واخد من الصور بتاعتك اللي هي موجودة في الـ صورة الكمبيوتر اللي انت مجهزها، علشان تحطها كخلفية معاك في حاجة، فانا ممكن احطها هنا مش قادر يحطها في المكان ده. طب احطها في المكان ده، طب هاتها هنا. البيج لوك، انلوك اهو. فانا اصغر شويه واقوم حاطط له شكل الكمبيوتر ده تحت دي، واقوم جايب التطور التاريخي احطها له على سطرين، بحيث ان الموضوع يمشي. واصغر مكان الكتابه ده كده، وكلمه الكمبيوتر دي اجيبها فوق كده لو انا عايزها، يعني ده لو انا عايزها. وبالتالي الكلمه جايه على الرود ماب مع شكل جهاز الكمبيوتر، وبيج وان هي موجوده هنا، هي ممكن انا احطها في النص كده مع تكبير علامه الكمبيوتر دي، تبقى اخده الجنب الايسر يعني. وبالتالي العمليه بقى شكلها اظرف. لو انت جيت بصيت كده، انت حطيت صوره جايبها من على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، والطلبه عارفه انك انت صاحب الصوره دي، فبتقدر تعدل الاماكن العناصر عن طريق الابلود وتحط الصوره. هنا في بقى درو انك تشتغل بايدك، يعني ده خاص بقى الناس الرسامين بقى. فانت ممكن تاخد القلم ده كده، هعمل بيه انا دلوقتي هشخبط، يعني انا هعمل ايه، كنترول زد، ده بتاع واحد رسام بقى، ويبدا يمسح ويرسم. ده بتاع اللي عايز يرسم جوه هنا، ففي ناس تقدر في ناس تقدر، يعني مفيش مشكله. دي مشاريع القديمة اللي عندنا، ادي المشروعين وده التالت بتاعهم. فقدرت اخرج المشروع بتاعي دوت، واسمحوا لي ان احنا نعمل له عملية تصدير هنا، فنقدر نعمل شير ليه. طبعا هو ما فيش فيه انيميشن، بس انا اقدر اخليه انيميتد بعد شوية، ولكن لما اجي اعمل له شير الان هيسألنا زي ما سألنا امبارح، انت عايز بيه صورة ولا بي دي اف ولا ايه؟ فانا هقول له هات لي، يعني هو البي دي اف مش هتبقى ظريفه في الديزاين الطويل ده، بس انا هجري. هو بيقول لك الاحسن بي ان جي، هو ريكومندد بي ان جي، وهو طبيعي كده لان الصفحه دي مش اي 4. تعال نشوف كده البي دي اف بس، يعني تعالى كده من باب التجربه، من باب التجربه. فصفحتين على البي دي اف وداونلود، يلا. هو غير لائق ان انا اعمله بي دي اف، لان الانسب ليه ان هو صوره ويتعمل صوره. فانا باجي في التطور التاريخي هنا، ببدا اداونلوده واشوف البي دي اف شكله هيبقى عامل ازاي. ايه طويل كده شويه، مش هيريحك، مش هيريح. دي من الصفحه دي هتطبع ازاي دي؟ يعني لما اجي اطبعها انا على الورق هتطبع ازاي؟ حته منها اللي هتيجي ادي هتتقسم، يعني شايف انت جايب لك حته منها، حته منها وحته منها. طب انت هتتحكم ازاي فيها يعني؟ فهتضطر تعمل سكيل وتعمل فيت. لو عملت انت فيت هتصغر جوه، هتصغر جوه الهوامش البيضه اللي على اليمين دي، عشان هو صغرها عشان انت عملت لها فيت. ده من حيث المبدأ. انا عشان اطبعها على ورق هتبقى في فراغات هنا، لان ده مش مقاس الاي 4، لكن هتبقى اوكي. لو انت هتحطها في كتابك هتحطها على الشمال وتيجي تكتب على الـ اليمين، فانت ممكن تحطها في كتابك فعلا. فجميل جميل، بس انت انسب لي ان انا احطها صورة من الاول. يعني انا ممكن اصدر ده لو انت صدرت بي دي اف، فانا اقدر اصدرها. الانسب ليها ان انا اعمل لها شير وداونلود، اداونلود نفس الكلام على بي ان جي اللي هو بيجيبها لك، هو ريكومندد البي ان جي، فداونلود البي ان جي اوكي هيخلص. فانت تقدر تفتحها وتشوف شكل
الصورة عاملة ازاي. طبعا هي مش زي البي دي اف. البي دي اف احنا طبعا هو عشان هما اتنين جابهم لك في ملف مضغوط. فتعال نشوف الصورة ديت. هي مش هتبقى الريزولوشن مش وحشة ومش اعلى حاجة. طبعا ما كنت عايز اغير الخطوط واظبطها قبل ما اخرج، ولكن هي الصورة كويسة، ممكن تستخدم على البلاك بورد. الطالب يقعد ينزل كده ويتصفح في البلاك بورد، دي صورة وتيجي التانية ويقدر يشوف ويقرأ ويستخلص منها المعلومات، ودي طبيعة الانفوجرافيك. فأنا بصدر هنا الصور بتاعتي عشان استخدمها في كتابي او بستخدمها على البلاك بورد. هو في الاصل ان انا بستخد الحاجات دي بربطها بالبلاك بورد، لان احنا بنقول الانفوجرافيك التعلم الالكتروني ده ثابت. طب انا عايز يبقى فيه انيميتد شويه، يعني يبقى فيه حركه فيه. هل انا اقدر احول الثابت ده الانيميت؟ اقدر. طب تعالوا معايا كده نقول هنحرك ايه. تعالوا نروح لزر انيميت، شايفينه اللي موجود على الشمال دوت؟ تعالى نروح نضغط عليه بس وابدا اختار الحاجات اللي انا عايز اعملها انيميت. شوف انا اخترت حاجه واحده كله انيميت. هنا في فرق بين انيميت للبيج وانيميت للعنصر. شوف هنا دي انيميت بيج، دي انيميت بيج، خد بالك. فانا مش عايز انيميت بيج، يعني انا عايز اخد هنا انيميت للتكست. كلمة دوس بس، شوف كلمة دوس بتتعمل ازاي، شوف الحركة بتاعتها. في فرق عندك، في نوعين من الانيميشن، ودي حاجة مهمة جدا عايز حضراتكم تركزوا فيها جدا. في نوعين من الانيميشن على الموقع اللي احنا شغالين عليه. في انيميشن على مستوى الصفحة بيحرك كل عناصر الصفحة، وفي انيميشن على مستوى التكست او الصوره، الالمنت الصغير. ففي انا عندي اكتر من نوع من الانيميشن، تعالوا نشوفهم. انا عندي هنا تكست انيميشن وعندي بيج انيميشن، اهم اتنين جنب بعض اهو. طب انا خلوني اول واحده اعملها بيج انيميشن، اول واحده بس. فانا هاجي هنا عند اول واحده دي اختار اي نوع من انواع الانيميشن، وليكن البيزك او البيزك هو نازل لتحت عشان يديك، لا بيقول لك تحت تدفع فلوس، مش دافع عن حاجه، عليها تاج اهو. فانا بقول هاتها كده او هاتها لتحت. في لتحت للاسف، عايز فلوس في لتحت، مش عارف ليه. يعني في هنا اكتر من حاجه وفي اشكال كويسه يعني. دي جميله برضو، دي جميلة حسيتك. يعني انت بقى تقعد تتصفح الحاجات دي تشوف انت ميال لإيه. شوف بقى طريقة ظهور الحاجة جميلة. انا هاخد كله في الصفحة الاولى. في الصفحة التانية مختلف الامر شوية، هاخد الانيميشن بس للتكست، اخدهم براحتي. هاخد كلمة دوس وكلمة ويندوز 95 ويندوز 98 ويندوز اكس بي اللي تحت ويندوز 11، دول تكست، اخدهم ان هم يظهروا كده او كده او كده، مش دي عجبتني. وهاخد اللوكيشن مع بعضهم مع الرقم طبعا، الرقم واللوكيشن تقريبا هم لسه باخدهم بشيفت طبعا. عندك مفتاح شيفت دايس انا عليه، دول هم كلهم اخد لهم مؤثر وليكن ده. او ده او ده او ده، يعني انت بتتصفح بقى وتشوف اللي انت عايزه. يعني والله شكله جميل، ده يديك احساس بانه يقعد ينور ويطفي، وده يدي فلاش.
ايوه جميل ده برضو.